ربي داوي حالي. احنا فرحانين بزاف لاننا ضمن مشاركين ديال فسيفساء شماليه اللي هو عرس كبير للموسيقيين وعرس كبير في اليوم العالمي للموسيقى، بحيث كنحتفلوا بهذا اليوم وايضا نجدد اللقاء مع جمهور مدينه طنجه في الولاعه وفي الذكر والسماع، يعني بما انه اعتدنا اننا دائما نكون حاضرين مع جمهور مدينه طنجه فاليوم كاين زعما اقبال صراحه كبير جدا على هذه الالوان التراثيه، فكنشكر ولايه طنجه على هذا العرس التي نظمته صراحه باحترافيه كبيره. عند رتبتك ولودي يا محمد هذا العرش فاستاني بي. مثل هكذا تظاهرات فنية يعني مدينة طنجة كتفتقد لهم خصوصا في فضاءات عمومية، وكنشكروا المسؤولين وكنهنئوهم لاختيار هذا الفضاء اللي كيمزج بين اللي جا بين المدينة العتيقة والميناء الترفيهي لمدينة طنجة، وكنشوفوا أن السكينة بمدينة طنجة متعطشة لهاد المناسبات بحال هيدا. جيت أنا والعائلة ديالي نشوفوا هاد الصورة هذه عجبتنا بزاف، كنتمناو يعاودوها بمرة. طنجة كتحتفل بهذا اليوم، هذا اليوم العالمي للموسيقى اللي هو دائما معروف يعني في العالم كله، في مدينة طنجة خصوصا عند واحد النكهة خاصة مع الجمهور ديالها ومع الفنانين. وهذه المناسبة هذه كنهني أنفسنا الأول وكنشكروا سي الوالي على هذا البادره هذه، لان طنجه بالحقيقه ما كانش كتكون بهذا الحجم هكذا، كيكون هذا الثمر هكذا، والحمد لله هذه البادره الخير ان شاء الله.